مساء الخير، زي ما وعدتكم راح أتكلم عن الفرق بين الشورت سيركت والأوبن سيركت. طيب، عشان نفهم الموضوع لازم نبدأ بالوضع الطبيعي، لا أوبن سيركت ولا شورت سيركت. عندي مصدر ومقاومة الوضع الطبيعي المقاومة المتوصلة مع المصدر راح يمر فيها تيار I، وراح يحصل عليها فولتج دروب VR أو جهد V. طبعا المقاومة ما هي إلا حمل كهربائي ممكن نمثله بالمصباح. فلو حبينا نحسب الجهد حيكون نستخدم قانون أوم. هذه في الدوائر الكهربائية، لكن خلونا نيجي شوية للمياه اللي هي الووتر أنالوجي. خلونا نفهم أكثر باستخدام أنابيب المياه. ففي الووتر أنالوجي راح نمثل البطارية بمضخة تضخ لنا الماء، والماء هو التيار الكهربائي اللي يتحرك في الأنابيب. وراح نمثل المقاومة بعبارة عن مروحة أو توربينة، عبارة عن مروحة تدور، إذا مر عليها الماء تدور. فالمضخة راح تضخ الماء، راح يتحرك بالشكل هذا لين يوصل إلى المروحة. المروحة هذه قابلة للتحرك، راح تدور ثم يكمل طريقه إلى المضخة. فهذا هو الوضع الطبيعي. في الوضع الطبيعي حيكون في ماء متحرك اللي هو تماما مثل التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية. إذا الماء هو تماما مثل التيار. طبعا المروحة تحتاج شغل عشان تتحرك، يعني تحتاج شيء شغل يبذل عليه على الريش عشان تدور، فالشغل هذا هو الجهد. ففي هذا الوضع نحتاج الماء متحرك، الماء حيتحرك حيدور، ونحتاج شغل لتدوير المروحة، الشغل مثل الفي. أنا متأكد إن في ناس تسأل إيش يعني الشغل. الشغل هو عبارة عن تعريف الجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي هو الشغل اللازم لتحريك التيار الكهربائي. الآن راح نشوف الشورت سيركت. الشورت سيركت أفضل يعني نبدأ بالووتر أنالوجي قبل الدائرة الكهربائية. خلونا نفهم الووتر. نفترض نفس الدائرة اللي قبل شوية، ولكن لاحظ هنا المروحة شلنا الريش منها، ما عاد في عندنا تقريبا مروحة. اللي حيصير ان المضخة راح تضخ كمية الماء نفسه، فراح يتحرك الين يصل الى المروحة. فهنلاحظ انه يتحرك بسلاسة وبدون مصاعب ثم يكمل. اذا الماء حيتحرك لين يوصل الى جهة المروحة، ما حيعمل اي شغل، ما يحتاج يبذل اي شغل، لانه اصلا ما في ريش عشان يحتاج يدورها. فحيتحرك الماء حيوصل الى المروحة، اذا حيكون عندنا ماء متحرك وما حيكون عندنا شغل مبذول او يبذل لانه ما في عندنا مروحة. خلونا نطلع نشوف الدائرة. الآن عندي مصدر جهد، ولكن شلت المقاومة اللي كانت هنا، شلتها واستبدلتها بسلك. اللون الأزرق هذا سلك، والأسلاك معروفة هي عبارة عن مقاومتها صغيرة جدا، أو نظريا هي تكاد تكون صفر. طيب خلونا نشوف قانون أوم. حاولنا نطبق قانون أوم في الدائرة هذه، حنلاحظ أن التيار لازال موجود، التيار يتحرك تماما مثل الماء يتحرك في الدائرة هذه، فالتيار هنا موجود. فالتيار اللي تضخه أو البطارية هو لازال موجود وحيتحرك في السلك ثم يكمل مساره إلى البطارية. لكن ماذا عن الجهد اللي هنا الـVR، الجهد على المقاومة اللي كانت هنا؟ الآن ما في عندي مقاومة تقريبا، مقاومة صفر، فلذلك ما حنحتاج نبذل أي جهد عليها، أو بالعربي إنه ما حيكون عليها فولتج دروب بالعربي. فالتيار هنا حيمر في السلك، ولكن الجهد حيكون صفر لأنه ما نحتاج جهد هنا عشان يتحرك. ومعنى الجهد يا أخوان في المقاومات أو الهبوط في الجهد في المقاومات إنه نحتاج نبذل شغل عشان نمرر التيار في المقاومة. هنا أصلا ما في مقاومة، وبما أن المقاومة هنا صفر فحسب قانون أوم التيار يساوي الجهد على المقاومة، فتقسم على صفر أعطيني إنفينيتي. فالتيار هنا يساوي إنفينيتي أو أكبر ما يمكن، عمليا أكبر ما يمكن، لأنه ما يوجد في الحياة حاجة اسمها إنفينيتي أو ما لا نهاية. فلو حبيت تقيس هذا التيار باستخدام أجهزة الأميتر التقليدية العادية راح يحترق الأميتر، لأن التيار هذا غالبا يكون عالي جدا. وهذه مشكلة كثير من الأخطاء اللي تحصل في الدوائر الكهربائية، هو أنه بدل ما يكون عندنا حمل، الحمل هذا يختفي لأي سبب.
فيؤدي إلى وجود الشورت سيركت أو القصر، ويحصل عندنا تيار عالي جدا غير مرغوب فيه يسمى تيار الخطأ. بالمناسبة هنا ممكن تمثيله بالشكل هذا، إنه بدل ما يمر في المقاومة حنمرر سلك بالشكل هذا. لاحظ كل التيار حيمر هنا، هنا مر. فالتيار لأنه كسول فدائما يبحث عن المسار الأسهل، فهذا مقاومته تقريبا صفر، هذا مقاومته عالية، فحيمر كل التيار هنا. لذا أنت لما تجيب في البيت عندك، تجيب توصل ما بين الإل والنيوترال بأي سلك مباشرة في الجدار، هذا تسوي أنت شورت. وطبعا الشورت كارنت هو من التيارات الخطيرة والغير مرغوبة في الدوائر الكهربائية غالبا، وانتبه له.